أبو الفقراء ورجل الدولة البسيط، مؤسس الجمهورية العراقية وأول من طرح فكرة ضم الكويت. أحبه العراقيون رغم أعدائه الكثر، رفض مواجهة الانقلاب عليه ليلقى حتفه رمياً بالرصاص. من مدرس فقير إلى زعيم وطني، عسكري ناجح وسياسي محدود، كرهه عبد الناصر والبعثيون ونجحوا بإسقاطه في النهاية. أول رؤساء العراق وأكثرهم جدلاً حتى اليوم. عبد الكريم قاسم، زعيم وطني أم ديكتاتور؟ ولد القاسم في 21 من ديسمبر عام 1914 في محلة المهدية، أحد أحياء بغداد الفقيرة. عمل والده نجاراً في الحي حتى أجبروا على الانتقال خارج بغداد بسبب سوء أحوالهم المعيشية، ليعمل عبد الكريم في الفلاحة وهو بعمر السادسة في محاولة منه لمساعدة عائلته، ومن ثم عادوا لبغداد ليتخرج من مدارسها ويقرر العمل كمدرس بهدف تحسين أوضاع أهله. إلا أنه بعد توظيفه ارتفعت مشاكله المالية وعايش فقراء القرى العراقية، ليبدأ البحث عن أسباب فقرهم ليجد أن الإقطاعية هي السبب الرئيسي والتي يدعمها الحكم الملكي في البلاد. فقرر التوجه للعمل في الجيش بهدف مساعدة الفقراء وتمكينهم بالمجتمع، ومن هنا انطلقت أولى الخطوات للوصول للحكم. القائد. دخل القاسم الكلية العسكرية عام 1932 بمساعدة أحد معارفه وهو محمد علي جواد، قائد القوة الجوية آنذاك، وتخرج منها بعد عامين برتبة ملازم ثاني. تدرج بالرتب حتى وصل لرتبة نقيب، وعندها قرر دخول كلية الأركان ليتخرج منها بمرتبة تفوق عام 1943. أرسل بعدها إلى لندن ليشارك في دورة عسكرية لضباط الأركان، ومن ثم عاد للعراق ليتدرج بالرتب حتى وصل لرتبة عميد ركن. ومع حلول عام 1956 لفت انتباه اللجنة العليا للضباط الأحرار، والتي كانت تخطط لتنفيذ انقلاب ضد الملكية في العراق. سرعان ما وافق على الانضمام لهم في الوقت الذي كان فيه قد أسس تنظيماً يدعى المنصورية، والذي كان يحمل ذات الأهداف بالاشتراك مع صديقه عبد السلام عارف، ليقرر دمج الاثنين مع بعض في تنظيم واحد، ومن ثم بدأوا بإعداد الخطة لتنفيذ الانقلاب. الزعيم. وضع التنظيم سريعاً خطة الانقلاب دون تحديد وقت التنفيذ، وهو ما استغله كل من عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف. ففي صباح الرابع عشر من يوليو عام 1958 طلبت الأردن المساعدة من العراق بسبب التخوف من انطلاق ثورة في لبنان. فقررت الحكومة العراقية إرسال لواء مكون من 3 أفواج، وكان من بينهم فوج تحت قيادة العارف. وهنا قرر الصديقان تنفيذ الخطة بتغيير مسار الفوج إلى بغداد. وبالفعل نجح عارف بإقناع قائد الفرقة أنه سيلحق به إلى الأردن بعد ذهابه لبغداد، ليتجه مع فوجه إلى العاصمة، ونجح خلال مدة قصيرة بالسيطرة على المراكز الحيوية للنظام، حتى سيطر على مبنى الإذاعة ليذيع بيان الثورة معلناً قيام الجمهورية العراقية ونهاية النظام الملكي في البلاد، ليحكم التنظيم بذلك قبضته على البلاد بعد قتل واعتقال من تبقى من العائلة الملكية. ومن ثم خرج ببيان جديد عين فيه عبد الكريم قاسم رئيساً للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع بالوكالة، فيما عين عارف نائباً ووزيراً للداخلية، وبات بيدهم أعلى سلطة في العراق، فيما عين محمد نجيب الربيعي رئيساً للدولة بسلطات محدودة، وكان أشبه برئيس فخري، لتبدأ حقبة جديدة في تاريخ العراق وحياة من لقبه العراقيون بالزعيم. أبو الفقراء. منذ تسليمه مقاليد السلطة انطلق القاسم لمساعدة الفقراء، فاتجه أولاً للقطاع الزراعي ليصدر قانون الإصلاح الزراعي الذي حرر الفلاح من الإقطاعيين، ومن ثم أطلق قانون من أين لك هذا الذي دقق وفتش في نزاهة المسؤولين بالدولة. بعدها كان قانون الأحوال الشخصية الذي يحمي المرأة، وأصدر أبرز القوانين التي انعكست على اقتصاد العراق
وهو تأميم النفط العراقي، ما أدى لانتعاش الاقتصاد بشكل كبير. وخلال فترة حكمه شهدت البلاد نهضة عمرانية كبيرة، ففي عهده تم بناء مطار بغداد الدولي وملعب الشعب الدولي، بالإضافة لأكثر من 2000 مدرسة، ومعها 776 مدرسة لمحو الأمية. وتم بناء عشرات المشافي والمجمعات الطبية، ناهيك عن عشرات المشاريع السكنية التي أمنت السكن لمئات الآلاف من العراقيين. أما أبرز الإنجازات التي لا تزال شاهدة على حكمه حتى اليوم هو إنشاء مدن الثورة والشعلة واليرموك وزيونة، إذ يعود الفضل له ببناء تلك المدن التي لا تزال حاضرة حتى اليوم. ومع كل تلك الإنجازات يوجد المئات من المشاريع الأخرى من جسور وبنى تحتية، بالإضافة للمصانع والمعامل. وآخر إنجازاته كانت بناء المخافر الحدودية العراقية ووضع الدعامات الحدودية على كافة دول الجوار. وكل تلك المشاريع عادت بالفائدة على الفقراء، ليطلق عليه العراقيون لقب أبو الفقراء، خصوصاً بعد قانون الإصلاح الزراعي والمشاريع السكنية. رجل الدولة. رغم اشتراكهم في الانقلاب وتسلمهم السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، إلا أن الخلافات ظهرت سريعاً بين الصديقين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف. وأحد أكبر أسباب الخلاف كان عدم تنفيذ قرار اللجنة العليا للضباط الأحرار المتمثل بتشكيل مجلس لقيادة الثورة، ما أدى لتفاقم العلاقات بين الطرفين. فالثاني كان من أشد المدافعين عن الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة، فيما رفض القاسم الفكرة إطلاقاً، ما دفع العارف لمهاجمته في خطابات علنية، بالإضافة لارتفاع شعبيته وكأنه هو قائد الانقلاب. وما هي إلا أشهر حتى تم عزل عارف من منصبه وأبعد عن العراق بتعيينه سفيراً في ألمانيا الغربية. ورغم ذلك عاد بعد فترة قصيرة ليتهم بتدبير محاولة انقلاب ضد قاسم. اعتقل العارف وحكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، حتى تم تخفيض الحكم للسجن مدى الحياة، لتبقى الدولة بيد رجل واحد فقط هو عبد الكريم قاسم، مع توسيع قبضته الأمنية على معارضيه في البلاد، حتى تحول للقائد الوحيد والأوحد، ما شكل له الكثير من المعارضين، كان على رأسهم الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي يعتبر الأب الروحي لمشروع الوحدة العربية، ومعه البعثيون في العراق الذين وصفوا القاسم بالديكتاتور، خصوصاً بعدما فعله بصديقه عبد السلام عارف. إلا أن القاسم لم يكن يعلم أن نهايته ستكون على يد صديقه القديم. الكويت عراقية. حصلت الكويت على استقلالها عام 1961، وسرعان ما أرسل القاسم برقية لشيخ الكويت يبلغه فيها سروره باستقلال الكويت. إلا أنه وبعدها بأيام قليلة عقد مؤتمراً صحفياً في مبنى وزارة الدفاع وبحضور صحفيين أجانب، قال إن الكويت تتبع للعراق، ووصفها بأنها قضاء عراقي يتبع لمحافظة البصرة العراقية. أثيرت المشكلة من جديد في مجلس الأمن، وأيضاً كانت من طرف القاسم، حيث تقدم بشكوى لمجلس الأمن بسبب تواجد القوات البريطانية في الكويت ليطرح مشروعان لحل المشكلة. ورغم ذلك فشل مجلس الأمن في حلها، ليعاد مناقشتها في الجامعة العربية، والتي قررت إرسال قوات عربية لتحل محل القوات البريطانية. سرعان ما انسحب العراق من المناقشات احتجاجاً على قرار إرسال القوات، الأمر الذي وصفه الكثيرون بأنه لم يرضي القاسم، وكان يسعى للسيطرة على الكويت سلمياً بحجة الحماية بدلاً من بريطانيا. نهاية الزعيم. مرت سنوات على حكم عبد الكريم قاسم مع كثير من الاضطرابات التي ضربت حكمه، حتى حلت ساعة النهاية. ففي صباح الثامن من فبراير عام 1963 قرر البعث العراقي الإطاحة بالقاسم بعد الاتفاق مع القوميين العراقيين، وخصوصاً أنصار عبد السلام عارف، ما مكنهم من الحصول على دعم قسم كبير من الجيش، لتتحرك الدبابات نحو بغداد بهدف السيطرة على المواقع الحيوية وإعلان قيام ما أسموه الثورة. انطلقت الدبابات لتسيطر على مراكز القوى في العاصمة، وفي تلك الأثناء كان عبد الكريم قد وصل لمبنى وزارة الدفاع الذي تحول حينها لحصن عسكري تملأه المتاريس.
وتقول المصادر حينها أن عدداً كبيراً من أهالي بغداد طالبوا القاسم بمنحهم السلاح للدفاع عن حكمه، إلا أنه رفض وقرر مواجهة الانقلابيين بنفسه. وبعدما وصل الانقلابيون للمبنى والذي كان على طليعتهم صديقه القديم عبد السلام عارف، أجبر عبد الكريم على الخروج هو ورفاقه من المبنى ليتحصنوا في قاعة الشعب القريبة منه. وبعد ساعات اتفق مع العارف على تسليم نفسه مقابل تقديمه لمحاكمة عادلة. اعتقل القاسم ومعاونيه من القاعة وتم تصفية رفاقه على الفور، وسيقوا إلى دار الإذاعة والتلفزيون ليخضعوا لمحاكمة ميدانية لم تستمر لأكثر من دقائق. أعدم عبد الكريم قاسم ومعاونيه رمياً بالرصاص، وبثت صورهم عبر التلفزيون العراقي لتنتهي أسطورة الزعيم الوطني في العراق، ويرحل الرجل الذي أطلق عليه العراقيون أبا الفقراء فيما لقبه معارضوه وأصدقاؤه القدامى بالديكتاتور. وما بين الزعيم والديكتاتور بقيت إنجازات القاسم حاضرة حتى اليوم. فهل كان عبد الكريم قاسم زعيما وطنيا أم ديكتاتور؟